في عبده اليومين دول ماشيه على المثل اللي بيقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي، وزي ما انتم شايفين في عبده. علشان كده وفي السنه الجديده في عبده قدمت لنا عرض هايل جدا، وعشان دخول السنه الجديده في عبده مقدم لنا عرض في ابو ظبي، وده علشان تقابل جمهورها. نيجي بقى للعرض، اللي عايز يقابلها هيدفع 1100 درهم، يعني فيما يقابل 5500 جنيه مصري. الله الله يا بلاش، يعني مش هشتغل في جاب العنب الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. فيفي عبده كتبت على الانستجرام شروط اللي عايز يقابلها. الاول لازم يبقى معاك شهاده تطعيم لقاح كورونا، مش بس كده 48 ساعه نتيجه بي سي ار سلبيه. اما العروض بقى ايه، مش هتصدقوا، فئه البلاتينيوم 1100 درهم اماراتي، 5500 جنيه مصري زي ما قلت لكم، يعني المصريين اللي قاعدين يشوفوها يروحوا هناك يشوفوها ويدفعوا المبلغ ده. لا وإيه، وهتقعد معاها ساعتين كمان من الساعة 11 الصبح لغاية 1 الظهر، وده مقابل تصوير وغدا مع فيفي عبده، مش أي حد. أما الفئة الذهبية للناس الغلابة شوية، الجلوس مع فيفي عبده من الساعة 4 ل 5 ونص عصرا، ساعة ونص بس، يعني شالت نص ساعة من فئة البلاتينيوم. هتدفع إيه بقى؟ 750 درهم، يعني 3750 جنيه مصري علشان تتصور مع النجمة بس، بس خلي بالكم مفيش غدا. وبعد الإعلان عن تفاصيل اللقاء ده، فيفي عبده أعلن التأجيل اللقاء، الناس كلها زعلت. تأجيله لمدة شهر، وقالت إيه بقى؟ كنت أعلنت أمس عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي، بس بعتذر لكم أنا هأجل الإيفنت. الحقيقة الناس زعلت جدا، وده لظروف انشغالي في مصر. متحمسة جدا، متحمسة أن أنا أقابل كل السيدات، كل السيدات اللي أنا كنت هشوفهم في أبو ظبي، هنتغدى وهنتصور مع بعض، وإن شاء الله هعلن ليكم عن الميعاد الجديد قريب. الناس كلها منتظراك يا فيفي. هاي إيفريبادي. الحقيقة فيفي عبده حل الضيف على اليوم السابع واتكلمت في عدة موضوعات. كان من أبرز الموضوعات اللي اتكلمت فيها تعرضها للحسد، وقالت إن هي تعرضت للحسد الفترة اللي فاتت، وقالت بعد ما كنت في مارينا وبرقص وبلبس كعب عالي الناس كلها حسدتني، وقعدت في السرير وأخدت حقنة. الحقنة الغلط دي اتسببت إن أنا أقعد فترة كبيرة جدا في السرير، والحقنة دي جت في العصب. وكملت تصريحاتها وقالت إزاي الناس ما تحسدنيش، الحقيقة كلنا بنخاف عليها من الحسد. ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ شيء طبيعي للفنان ان هو يقابل جمهوره وان هو كمان يقعد معاهم، لكن يقعد معاهم بفلوس ده شيء غريب جدا. وعندنا كتير من الفنانين بيروح لجمهورهم لغاية عندهم، زي الفنان تامر حسني وغيره كتير، لكن علشان يقعد مع جمهوره ويحسب كمان عليه الساعة ب5500 جنيه، ايه اللي بيحصل ده؟ بكرة وبعده نلاقي اي واحد مشهور على السوشيال ميديا مثلا، او اي بنت او اي فنان او فنانة لسه طالعين جداد، يقلدوا فيفي عبده ويقولوا اللي عايز يقعد معانا يدفع فلوس. والغريب بقى والشيء اللي هو متكهن وممكن يحصل، ان طبعا ممكن البنت يجي يقابلها ولد، او العكس صحيح، وطبعا ده هيؤدي لمشاكل كتير، ممكن زي التحرش وحاجات تانية كتير. الموضوع ده غلط جدا، هيوصلنا المواضيع اكبر بكتير والمشاكل احنا في غنى عنها. شيء غريب جدا اللي حصل ده، وكان اغرب خبر سمعته في حياتي. طبعا مستنية اسمع اراكم في عرض فيفي عبده وايفنت فيفي عبده، هل ده صح ولا غلط؟ وياريت تكتبوا رأيكم بالتعليقات. ولغاية هنا بشكركم جدا لحسن الاستماع. بصوا انا طلع حظي بيقول ايه، اهو اقروها دلوقتي الاول، ها اقروا حظي بيقول ايه، ومن عندي انا بقول لهم خمسه مو خمسه هونيو خمسه، يلا بقى. وايوه بقى اللي بجمالي تدفع الافعال، واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها. بيقولوا ايه بقى؟ حره ها وحميسه، موتوا كهر، موتوا كهر زي ما انتوا عايزين براحتكم.